صباح الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من ذا لافن كايرو شو انا ملك نذير وانا ندى عبد الرب. زي ما انتم متعودين احنا بنكون معاكم كل يوم من حد الخميس نقول لكم كل الاخبار اللي بتحصل في القاهره وفي كل انحاء مصر لو الحلقه فاتتكم تقدروا تسمعونا ان بودكاست فورم على ابل بودكاست جوجل بودكاست انغامي وكمان سبوتيفاي وتقدروا كمان تتفرجوا على الحلقه بالكامل على يوتيوب ازيك يا ندى؟ صباح الفل عامله ايه؟ عايزين نعرفكم كمان ان النهارده ذا فيري سبيشال ابسود عشان عندنا ا فيري سبيشال جيست وخليكم معانا لغايه اخر الحلقه عشان تعرفوا الجست اللي معانا مين هنتكلم على حاجات كتيره قوي ف يو بيتر يعني متحمسه قوي آه قربنا خلاص كل يوم بيعدي بنقرب على اخر رمضان ودخله العيد متحمسه متحمسه وبحس دايما ما اعرفش ان هو بيجري يعني في الاول كده بحس ان هو بطيء او بنبقى تعبانين من الصيام وكذا وبعد كده بحس ان هو فجاه خلص دي حقيقه يعني مش لاحقين وانا بحب المود بتاع رمضان وبحب الاجواء بتاعته كده فببقى من الاوقات المفضله في السنه بالنسبه لي يعني وانا قوي في حاجه سبيشال عملتيها في رمضان ده يعني مستحيل تنسيها كده غير الشغل لا نعم لا بس يعني على الاقل حاولت المره دي انه انا بحب الخروج بالليل والمود بتاع رمضان في القاهره عموما سواء رحتي مكان او حتى لو اتمشيتي بس وحسيتي ان الدنيا كلها صاحيه كده في وقت متاخر فكنت مركزه ان انا اعمل ده اكتر المره دي حتى لو في تمشيه صغيره او حاجه كده بس كانت بسطاني بالاجواء احلى يعني. حاجه بصراحه في مصر هي الاجواء الرمضانيه دي احنا كمان بنحب ان احنا نشوف قوي الاجواء الرمضانيه اللي انتم ممكن ان انتم تكونوا بتعدوا بيها في حياتكم الطبيعيه فلو سمحتوا لو اي حد بينزل ستوريز اعملوا لنا منشن بنحب قوي ان احنا نشوف بتعملوا ايه في رمضان بتاكلوا ايه بتشربوا ايه خروجاتكم فين واحنا اكيد هنشوفها وهنعمل لها ريبوست كمان ونحطها عندنا على الاكونت خلينا ندخل على الاخبار اللي معانا النهارده معانا اخبار ايه عندنا خبر مهم عن الحفل المنتظر لتنصيب الرئيس السيسي وخبر تاني عن مسلسل خالد نور ايوه خالد والد نور ووالده نور, نور خالد اللي بنتلخبط <applause> في اسمه لحد ما يخلص وخبر تالت عن اسعار الفراخ مهم جدا للناس شويه تفاصيل مهمه يس خلينا ندخل على طول على الاخبار اللي معانا اول خبر النهارده افتتاح العاصمه الاداريه الجديده عارفين لما يبقى في مكان كان في سوفت اوبننج واحنا شايفين العاصمه الاداريه شغاله بقى لها شهر بس النهارده بنعتبره الحدث الاهم او الحدث الاكبر اللي هيعلنوا بيه انه دي بدايه الانتقال الرسمي بقى للعاصمه الاداريه ده هيجي في حفل تنصيب الرئيس السيسي لولايه جديده الحدث بيبتدي زي ما بنشوف كده الحفلات الكبيره لتنصيب الملوك والرؤساء بيبتدي بموكب الرئيس بيدخل العاصمة الإدارية وبيستقبلوه ب 21 طلقة وبعد كده بيتوجه لمجلس النواب لأن عادة القسم أو الإعلان عن الفترة الرئاسية الجديدة دايما بيبقى من خلال مجلس النواب آه بيستقبلوه في مجلس النواب آه بيعلنوا بشكل رسمي آه رئيس مجلس النواب بيعلن الصياغه الرسميه انه الرئيس السيسي هيتولى فتره رئاسيه جديده رغم ان دي النتيجه اللي احنا اوريدي عارفينها من شهر ديسمبر اللي فات بس ده زي التتويج الرسمي بقى أه وبعدها بيقول القسم الشهير اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا أه وبعدها بيوجه خطاب بقى للشعب زي بي انه بيقول ايه بقى اللي هيحصل في الفتره الجايه والخطه بشكل عام وإيه اللي هيطبق في البلد أه الفكره انه او المميز في الحدث السنه دي ان هو اول مره هيكون بيحصل في العاصمه الاداريه الجديده يعني هو دايما كان بيبقى في مجلس النواب في مكانه في مكانه القديم لكن السنه دي هيبقى اول افتتاح لمجلس النواب الجديد فناس كتير شايفاها ان هي زي انديكيشن او حاجه بتورينا انه بدايه جديده بقى على جميع النواحي لو انت بتبتدي في مكان جديد بتبتدي فتره رئاسيه جديده فشايفينها انه زي انها علامه كويسه او ساين ان احنا بنخش في دوله جديده بجد او منتظرين فتره مختلفه او جديده يعني تتفرجي على الايفنتس اللي دي بصراحة يعني تقريبا أول مرة أحضر حاجة زي دي بس اللي أنا مستغربة جدا هو ردود الأفعال الناس على أكس بالأخص يعني أنا فتحت مثلا قدامي الترند بتاعة النهاردة أول ترند حفلة تنصيب تاني ترند تنصيب مصر السيسي تالت ترند العاصمة الجديدة فكل الناس كل قاعد بيتكلم كله مترقب الحدث ده بشكل كبير قوي متخيلة ان هو هتبقى حاجة يعني ضخمة بصراحة مش 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 متخيلة ان هي هتبقى حاجة قليلة خالص هتبقى اكيد حدث تاريخي جدا وانه نوع ما نبقى بنشوف كاننا العاصمة اكيد هيستعرضوها بقى في التصوير وفي كذا اللي هو الدخول ان هو الحدث نفسه استعراضي فكمان ان احنا نشوفه في مكان بالحجم ده اللي هو انت بتشوفيه من الطيارة فوق عشان تخيلي شكل العاصمه ف فحاسه انه ده مخلي الناس كمان متحمسه اكتر مش هنا بس او مش في مصر بس يعني في العالم يعني بقى لنا سنين بنسمع عن العاصمه الاداريه وعن تنفيذها وعن انشائها فناس كتير مستنيه تشوفها بقى أو مستنية تشوفها في حدث زي ده تحديدا. دي حقيقه فعلا تقدروا برضو ان انتم تعملوا لنا فولو على اتلافن كايرو احنا هننزل لكم كل التفاصيل وكل الفيديوهات اللي ممكن ان هي تنزل علشان تكونوا اول ناس بتشوفوا كل حاجه بتحصل في الحفل الضخم ده. خلينا ننتقل على تاني خبر معانا والخبر بيقول ان مسلسل شيكو وكريم محمود عبد العزيز اللي بيتعرض دلوقتي في رمضان احتمال كبير جدا ان هو يتوقف عرضه الناس كلها ابتدت ان هي يعني تستغرب يا ترى ليه ممكن ان المسلسل ده يتوقف عرضه بالاخص ان هو مسلسل كوميدي فما فيهوش اي حاجه ممكن ان هي تكون خدشه او مهينه او مسيئه بس اللي حصل ان في كلام كتير كده تداول ان الهيئه النوويه بتطالب بالوقف بتاع المسلسل ده موضوع كبير شويه ليه يا ترى علشان احداث المسلسل اصلا بتتكلم انه من غير ما هحرق يعني بس ات فيري جود سيريز فاي ريلي ان انتم تروحوا تتفرجوا عليه بس الاحداث بيتكلم عن انه حصل انفجار في احدى ال <applause> بالظبط الفعاليات النوويه وبسبب الانفجار اللي حصل ده في خلل جنسي حصل ما بين الـ الـ الاب وابنه أو حاجة, كده. حاجه غريبه جدا حصلت فجاه الاب بقى في نفس سنه والولد كبر 30 سنه فبقى في نفس سن الاب وابنه لسه موجود في لخبطه كده والموضوع مستيريس قوي والناس لسه قاعده بتحاول ان هي تفهم ايه اللي حصل بالظبط بس في الاخر بعد كلام كتير جدا ونقاشات كتير قوي طلعت مفيش اي بيان رسمي نزل من الهيئه النوويه بنفسها فهو كله كلام متداول من الناس بس مفيش حاجه رسميه نزلت لحد دلوقتي بس المسلسل عامل ضجه ده اكيد وعامل سكسس رهيبه جدا بالاخص ان في يعني ريمارك بالحاجات كده فيها تقدري ان انت تقولي ميمز او ترند كتيره طالعه فيه زي مثلا وجود شريف رمزي وشيكو مره تانية مع بعض الناس كده عامله حته نوستالجيا كده ان احنا بقالنا كتير قوي ما شفناهمش مع بعض تفتكري ايه اخر عمل جمعهم؟ كان سمير وشهير وبهير, وبهير سمير وشهير وبهير وان هو برده كان طالع باباهم في سن صغير يعني اه انا لسه واخده بالي من الموضوع <applause> كده عامل فعلا نوستالجيا حلوه قوي الناس بتفتكرهم بشكل جميل جدا وفي كمان شويه ترندز كده طالعه برضو على المسلسل زي مثلا شخصيه ميكا لو نفهم <applause> كلمه واحده من اللي ميكا بيقولها تالي ميكا نفسه مش فاهم هو بيقول ايه <applause> يعني بصراحة العمل حلو قوي وعايزين ان احنا نحيي كل صناع العمل على العمل الجميل ده وفي كمان لقطة عجبتني قوي بصراحة مش عارفة خدتي بالك منها ولا لا الحلقة بتاعت امبارح اخر حلقة نزلت كان شيكو بيتكلم في التليفون وكان معروض وراه على التلفزيون وش هشام ماجد في احدى المسلسلات فكان عامل لقطة جميلة جدا هما الاتنين اصلا بتربطهم عاملين سبورت لبعض رهيب من رهيب. رمضان زي اللقطه اللي عملوها بتاعت تسليم المسلسلات لبعض لما هشام ماجد كان بيخلص مسلسله في حقيقي الاثنين عاملين نموذج فريند رهيب يعني حقيقه بالأخطر يعني بالظبط بالظبط انا شايفه انه القلق اللي حاصل هو قلق مفتعل ودايما بيحصل انه في حد اوفر سنسيتيف او بياخد الموضوع بطريقه حساسه اللي هو ده مسلسل كوميدي احنا بنحاول حتى نفهم البلوت بتاعته اللي هو ده حصل ازاي او مش عارف ايه فمحدش خالص هيبص انه انتو طالعين انه بتطلعوا فيه اغلطات بتحصل في المفاعلات النوويه ومش دي الطريقه اللي بيتم بيها الشغل يا جماعه واحنا مش المسلسل مش عامل مانوال لازاي الشغل بيتعمل في مفاعل نووي فدايما تلاقي انه لما بيحصل كده حد يطلع يعترض هو انتم مطلعين المدرس بشكل مسيء انتم مطلعين الممرضه بتعمل مش عارفه ايه والممرضات ما بتعملش دايما في حاجه هنلاقيها اللي هو الشغلانه دي ما بتتعملش كده طب تمام احنا عارفين ده مسلسل تشيل بالظبط تشيل نتفرج على المسلسل نستمتع بالكوميديا نستمتع بالاجواء الحلوه وخلاص يعني في الليله يعني ونحاول نفهم ميكا وتمام نفهم الاحداث كلها مين ابن مين يعني خلينا ننتقل على ثالث واخر خبر معانا والخبر بيقول انه حصل تحديد في اسعار الدواجن في مصر من النهارده طبعا احنا بقالنا فتره طويله جدا بنشهد على ارتفاع مهول في اسعار الدواجن في مصر ومش بس الدواجن بصراحه اسعار حاجه كتيرة تانية غيرها بس نزلت الاتحاد العام لمنتجي الدواجن قرار وبيان رسمي بيقولوا فيه ان احنا هنثبت سعر الدواجن والبيض في مصر علشان ما يحصلش اي يعني استغلال في الاسعار او في المواقف عامه واي حد يقرر ان هو يعلي الاسعار او كده فخلينا نقول لكم بالظبط ايه اللي حصل اللي حصل انه سعر كيلو الفراخ الحية في المزارع هتكون ب 85 جنيه وكرتونة البيض هتكون ب 135 جنيه طبعا الناس كلها مستغربة او حاسة انه مش هي دي الاسعار اللي احنا متعودين عليها اه احنا ممكن نكون بنثبت اسعار بس احنا كنا زمان الاسعار اللي احنا بنسمعها حاجة والاسعار اللي احنا بنشوفها دلوقتي حاجة تانية خالص رأيك ايه في الموضوع أه هنا لفت نظري حاجه ان هما قايلين كيلو الفراخ ب 85 بدل اللي هو دلوقتي 95 بس قايلين جمله كده ممكن نحطها بين كوتيشن تسليم ارض المزرعه تسليم ارض المزرعه دي اللي هو ده سعر الفرخه في المزرعه مم. فبنبقى احنا عارفين كمستهلك او الناس اللي هتشتري الفراخ ممكن هتزودي عليها المارجن تقريبا بتاع التوصيل والفرارج بقى يزود النسبه بتاعته فستيل الموضوع هيبقى محتاج رقابه انه الناس لما الفراخ توصل عندها او الفرارجيه او المحلات ما تعليش زيادة عن السعر المنطقي أو المفروض نشتري بيه. بالظبط. آه فدي ف... آه من الحاجات اللي لفتت نظري إنه يعني أه ده السعر المعلن بس ستيل احنا عايزين نشوف بقى السعر النهائي اللي احنا هنشتري بيه كل حد هيشتري بيه إيه. م. وكمان إنه زي ما بنشوف أنتِ ممكن أنتِ في منطقتك تشتري بسعر وأنا يبقى عندي بسعر طبعا. تاني طبعاً كل واحد هيلاقي السعر المختلف حسب المكان اللي بيشتري منه فدي برضو نقطة مهما اتقال لنا سعر رسمي أو أعلنوا عن اتفاقية معينة بي. أو نشاط معينة ستيل ما بنلاقيش ده على أرض الواقع. بس الفكره انه من ضمن الحاجات الناس علقت عليها انه ليه ده بيحصل اخر رمضان واحنا يعني ليه ما حصلش قبل او كذا بس التفسير بتاع اتحاد الدواجن اللي قالوه حسيته منطقي نوعا ما انه اولا عشان لسه موضوع الـ الـ الانفراجه بتاعت الدولار او ان هو يبتدي يتوفر لسه بادئين نحس بيها دلوقتي فده اللي خلى انه اخيرا الحكومه عارفه توفر اعلاف وده النسبه الاكبر او الاهم في انتاج الفراخ نفسه اللي بتاثر على انتاج الفراخ يعني الاعلاف دي هي تقريبا 75% عشان يبقى عندنا فراخ آه وتاني حاجه انه آه الضغط في رمضان طبعا عشان عارفين الاكل والطبخ فالضغط بيبقى كبير جدا على الفراخ والبيض والمنتجات دي فده بيخلي سعرها تبقى ازيد لكن لما يبتدي يخلص رمضان ونبطل نطبخ بقى وناخد بريك بتاع شهرين ثلاثه لما نبتدي نخش مطبخ تاني فالضغط بيبقاش بنفس الطريقه العرض والطلب بيبقاش بنفس الطريقه فبتبتدي شويه الاسعار تستقر او في الذروه بتاعتها زي ما في وقت كله اكل وطبخ وشراء وكده يعني ف... فدي من الاسباب اللي هم حاولوا يشرحوا بيها انه ليه ده بيحصل دلوقتي او ليه ما كانش افكتيف من اول رمضان كان هيبقى انسب بالنسبه لنا او أوضح يعني. بس في الاخر اي استقرار في سعر او اي انيشيتيف تفرق معانا في ان هي تتحكم في الاسعار او تحسسنا باي تغيير او باي حاجه اكيد يعني الناس مستنياها خلينا نفكركم بالاسعار مره تانيه واخيره الاسعار في المزارع بتكون لكيلو الفراخ بخمسه وتمانين جنيه بس للمستهلك بخمسه وتسعين جنيه كحد اقصي وكرتونه البيض في المزارع بميه خمسه وتلاتين جنيه وبالنسبه للمستهلك بميه خمسه واربعين جنيه ف. طبعا يعني قولوا لنا برضو انتوا لما تنزلوا السوبر ماركتس هل فعلا انتوا شايفين ان الاسعار ده الحد الاقصى بتاعها ولا في لسه تلاعب بالاسعار دي كانت كل الاخبار اللي معانا النهارده ما تروحوش في حته وستي تيون عشان وي هاف ا فيري سبيشال جيست وهو عمرو رمزي فخليكم معانا علشان تكونوا معانا لاخر الانترفيو ورجعنا لكم تاني بانترفيو سبيشال جدا مع الاستاذ عمرو رمزي ازي حضرتك الحمد لله ازيك يا احنا فعلا ايه؟ متحمسين أوي لجود حضرتك النهارده خلينا نقول لكم ان الاستاذ عمرو رمزي هو ممثل وبصراحه هو متعدد المواهب يعني تقريبا ما حاجه حضرتك هو أنت اتجهت للتمثيل وانا في السنس الحقوق يعني أوه. انا من اول يوم في الكليه وانا اصلا اول يوم في الكليه رحت سالت على فريق التمثيل ف... فطردوني بره قالوا انت مجنون يعني الناس الناس بتيجي تسال فين السكشنز بتاعتي فين المحاضرات فين الحاجات دي تسال على فريق التمثيل روح يا ابني روح دلوقتي شهرين كده ولا حاجه وبقى تعالى فانا يعني خريج حقوق اه بس خريج تمثيل فريق حقوق اكتر من ما انا خريج الدراسه نفسها هوايه هوايه جدا من زمان من بدري جدا ما دخلتش ليه طيب معهد فشلت قدمته وفشلت يعني ما عرفتش ما عرفتش ادخل الامتحان اللي هم بيبقوا الحاجات اللي هم بيبقوا طالبينها وطالبين شوية حاجات اكاديميك قوي بطريقه معينه كده ما عرفتش ما بس حضرتك اثبتت يعني فكره مهمه جدا ان مش شرط الدراسه هي اللي تبين بني ادم ده ناجح في مجاله ولا لا الدراسه ممكن تكمل بقى يعني انا بعد كده بقى بدات اذاكر لو ناقصني حاجه اخد كورس بتاع لكن لكن التمثيل بالذات انا بشوف ان هو لو ما فيش موهبه م. بيبقى الموضوع مختلف شويه يعني م. خلينا نبتدي كلامنا على طول ب 2007 وكانت يعني بدايه الطفره وبدايه النجاح وكانت سنه وشها حلو على حضرتك اظن أوه. قوي أوه. بالاخص ان هي كانت السنه اللي اتعرض فيها البرنامج المقالب اللي هو تقريبا اول برنامج مقالب يتعرض بالشكل ده في مصر وهو حلهم بينهم احكيلي احكي لي اكتر عن البرنامج ده هو برنامج على فكره يعني سبيشال جدا وطالع كمان ترندنج الفتره فده كان كان بالنسبه لنا موضوع مذهل قوي يعني عمل زي دخول اي فن جديد كده على 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 ناس جديده ف في دماغ الواحد انه يا ريت الواحد يجي في يوم من الايام يقدم حاجه زي كده عمرك ما ترتبيلها خالص لانه برامج المقالب بالذات بتيجي في وقت كده تبقى ايه موضه هي كانت اختفت شويه قبل 2007 اختفت فتره كده ممكن يكون اربع خمس سنين ولا حاجه خلاص لغايه لما جت فكره حلهم بينهم وتعامل حلهم بينهم ما كانش حد متوقع النجاح ده خالص م. يعني كنا متوقعين نجاح طبيعي على قد جمهور الفنانين الكبار اللي احنا مستضيفينهم وبالاخص لكن... ان الفكره جديده كمان بالظبط لكن نجاحي انا الشخصي ما حدش كان متوقعه لا انا ولا غيري يعني بصراحه اكيد اكيد مبسوط طبعا ان البرنامج عايش طول الفتره دي وانه بيرجع كل شويه يبقى ترند وكده وفي حلقات كتير جدا الناس بتكلمني عليها عنها يعني انا مستغرب ان هم دوروا عليها وطلعوها و... بس مبسوط اكيد يعني طبعا اكيد تفتكر ايه حلقتك المفضله؟ لا والله في كتير يعني انا الحلقات المفضله قوي بالنسبه لي الحلقات اللي اثبتت فيها ان ينفع اعمل البرنامج ده زي حلقه الفنان الله يرحمه سمير غانم والله يرحمه خالد صالح في حلقات كده معينه بتبقى عامله زي ايه يعني زي في الكوره كده بيقول في وقت كده ايه بيبقى تيست في اول الماتش كده خلاص بعد ما بتعدي الدقيقه مثلا عشرة خلاص خدت الثقه خلاص بقى م. فانا بالنسبه لي في في الحلقات حلقات الاساتذه دول زي بالظبط ما خلاص خدت الثقه وبلعب براحتي بقى خلاص ما فيش اي مشكله حضرتك كان عندك قدرة غريبة جدا بصراحة قدرة استفزازية وبرود أعصاب مش طبيعي في البرنامج ده آه. هل دي صفات موجودة أصلا في شخصيتك؟ لا بالعكس أنا بكره الشخصية دي جدا يعني أنا لأن أنا ما بحبش البردين وما بحبش الناس المستفزة ما بحبش فكرة إنه إنك تبقي عارفة إيه اللي بيريحني فتقولي اللي بيضايقني خلاص فأنا لأني خلي بالك إن غلس مش عارف إنه غلس يعني الغلس عارف انه لذيذ ايوه يعني دايما واحد غلس في الشغل كده او مرة. هو فاكر نفسه ظريف ظريف قوي هو يوجد. اول واحد يدي الهزار واول أي. واحد يصر على الهزار في وقت مش بتاع هزار كلكم كنتوا عارفين انه غلس بس هو لا بيقولوا افيهات دمها يا باي هو بس بيضحك عليها ايوه دي حقيقه <applause> ف فانا كنت عايز اعمل الشخصيه دي علشان الناس تبقى يعني فاهمه كويس قوي انه ايه انه الشخصيه دي موجوده وحقيقيه وانا بتفاجئ في الكومنتس على انه يقول لك ده صاحبي فلان ودي صاحبتي فلانه <applause> يعني ان في ناس موجوده في كل عيله كده او <applause> ده فلان ابن خالتي فهو الفكره إنه كنت بلعب اللعبه دي علشان اولا سوري اولا الـ 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 الشخصيه المستفزه دي بتطول عمر الحلقه غير العنيفه يعني العنيفه او اللي عندها تجاوز او طوله لسان او موقف او كده ببساطه جدا ممكن يأثر عمر الحلقه ممكن نتنرفز قصاد بعض فقوم امشي خلاص مش هتعرفي يتضايق ويمشي خلاص اما فكره الاستفزاز فتقولي لا انا هعوض السؤال الجديد هو رخم عليا في السؤال ده انا السؤال الجاي انا هبقى لطيف هجاوب احسن بتاع هو بيتفاجئ انه ايه انه بيتدحرج زي كره التلج كده يعني ما بيلحقش نفسه يعني ايوه لكن بالعكس طبعا ما بحبش الشخصيه دي خالص ما يعني بصطادهم بالعكس لما الاقيه كده اشتغله بقى <applause> استلمه طبعا <applause> 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 ايوه طيب راي حضرتك ايه دلوقتي في طبيعه برامج المقالب اليومين دول يعني احنا بنشوف دلوقتي ان طريقه الضحك اختلفت شويه أيوة. ان الاول كان الموضوع بيلعب مثلا على اعصاب الناس اللي موجودين دلوقتي بقى تريقة أكتر أو سخرية فرأي حضرتك هو, هو أنت جاوبتي أنت قلتي إن الذوق اتغير خلاص الذوق هو مش العام أنا لا أؤمن إن في حاجة اسمها ذوق عام خلاص بس في ذوق غالب أوكي في فرق بين العام والغالب الغالب أكتر شوية أما الذوق العام فما فيش حاجة اسمها ذوق عام كل واحد ليه ذوق خاص في اللبس في الشكل في الاكل في التعامل في العلاقات في الفرجه على الحاجه كل واحد ليه ذوق مم. مش حاجة ذوق عام، لكن يمكن في حاجات مشتركة بس اللي أنتِ بتتكلمي عنه بقى غالب شوية، اللي هو خشونة الهزار، اللي هو فكرة الهزار الناشف شوية وأشوف اللي قدامي هيتحمله لأنهي درجة. خلاص؟ دي ليها جمهور وغيره ليها جمهور. يعني ممكن تشوفي حاجة فتعتقد أن ده الفن السائد خلاص. فتتفاجئي تشوفي السينما فتقولي كل السينما مثلا من مستوى معين. فينزل فيه الازرق يكتسح مثلا تقولي الله مع الجمهور موجود اهو خلاص هو هو ده اللي بكلمك فيه ممكن تقعدي فتره طويله معتقد ان ده الذوق العام لكن م. هو مش عام هو غالب بس في الفتره دي لان ده المعروض لكن هو مش مش الطريقه الوحيده مش حاجه اسمها طريقه وحيده في الضحك مش حاجه اسمها طريقه وحيده في ال في الهزار او طريقه وحيده لانه هنعمل المقالب عشان نهزر عشان نضحك عشان نطلع رياكشن ما يخلي الناس زي ما حصل في حلم بينهم، الناس كانت بتكرهني انا تتعاطف مع النجم. ايوه. صح؟ صح جدا. فهو ده الهدف من البرنامج انه ان انا بطلع حاجه رغم انها عفويه من الضيف لكن هي لطيفه، يعني حتى لو هو اتنرفز خلاص فانا اول مره اشوف الضيف هو متنرفز بجد. امم. فمتنرفز بس هو متنرفز صعبان عليا. امم. لان اكيد المذيع ده مستفز جدا انا لو قدام المذيع ده اقوم اضربه. صح. فهي دي كانت كانت لعبه البرنامج. بس فانا انا بشوف ان هو الموضوع بقى بقى ماشي كده اكتر ماشي انه في شيء غالب لكن ما هوش عام. طيب أيه بالنسبه لان الناس بتكون جايه وعارفه ان هيحصل فيها مقلب تفتكر ان ده بيأثر على برضو يعني الافوره مثلا في الرياكشنات او كده يعني اعرفش والله بص مش هقدر اقول لك مين عارف ومين مش عارف م. ده سر هم محتفظين بيه يعني لكن هم قالوا يعني هم ما بعضهم قال احنا كنا عارفين وبعضهم قال خلاص احنا كنا بنبقى عارفين وحاجات كده هم بعضهم قال خلاص ما اقدرش اقول لك مين عارف ومين مش عارف، احنا بنقعد نتفرج واللي عاجبه البرنامج مصدق البرنامج بيتفرج عليه كبرنامج. اللي شايفه تمثيليه بيتفرج عليك كتمثيليه. بس. في خبر في اكتوبر السنه اللي فاتت طلع، الخبر ده ممكن نقول ان هو يعني شجع ناس كتير جدا واسعد ناس كتير جدا وكان خبر عن حضرتك. آه. والخبر ده هو ان حضرتك تعاقدت على تقديم برنامج في رمضان السنه دي. اه. ايه اللي حصل؟ اللي حصل بيبقى ليه علاقة بالتسويق يعني احنا بنبقى موافقين على الفكرة المنتج موجود الكلام ده كله اللي بيحصل ان هو لازم يز... المنتج لازم يتنوق قبل ما نبتدي نشتغل واحنا ابتدينا نشتغل فعلا وحضرنا وكل حاجه بجد. اه طبعا كانت فكره البرنامج ايه انا مش هقول لك دلوقتي بقى هو هيتعرض لسه اه ان شاء الله بجد. آه يعني بعد رمضان باذن الله ان شاء الله فهو الفكره انه انه احنا اشتغلنا وصورنا وكل حاجه لكن مساله بقى ليها علاقه بالقنوات اللي هتعرض وليها علاقه بالمنتج هو ممكن يلاقي قناه تعرض بس يبقى العائد المادي مش قد اللي هو صرفه مم. فبيستنى لما يعرض في مكان اقوى ياخد عائد مادي مناسب والمكان الأقوى ده أكيد بالنسبة لي كان بيبقى مفيد أكتر م. يعني اسم القناة الأكبر بيبقى بالنسبة لي أنا مفيد أكتر لأنه أنا آخر برنامج عملته في إم بي سي مثلاً أيوه آخر برنامج لما يكون في إم بي سي فطبيعي جداً إنه أنا شيء طبيعي وكان كان اللي هو كان ربابيكيا يعني فطبيعي جداً إن أنا بعد البرنامج ده ما انزلش بال... بال... لا بالكواليتي البرنامج اللي أنا عامله ولا بمكان العرض اللي أنا بعرض فيه طبعا. هي دي الفكرة يعني فهو ال... لكن البرنامج مازال موجود وشغالين عليه و هنشتغل و... تاني بعد العيد نكمل بعد العيد إن شاء الله ابتديتوا يعني تصوير ولا آه, آه, آه مست... احنا ابتدينا قبل رمضان مم. اه حصل فعلاً مم. خلينا نقول بقى بما اننا بنتكلم عن رمضان حضرتك دلوقتي بتشارك في عمل جميل جدا عمل فعلا لايت ولطيف قوي وهو لانش بوكس المسلسل ده بطوله نسائيه بطوله غاده عادل وجميله عوض وفدوى عابد احكي لي عن البيهايند سينز بقى الشغل مع الكومبو الجميل ده أنا تاني مرة أشتغل مع غادة اشتغلنا دائماً. في البطة الصفراء مع بعض السنة اللي فاتت مظبوط فتاني مرة أشتغل لكن أول مرة أشتغل مع فدوى ومع جميلة و... ومش أول مرة أشتغل مع أحمد وفي أحمد وفي ده صديق عمري أصلا مم. كله واشتغلنا مع بعض في بيت الشدة من سنتين فالجو فال... بيبقى حلو جدا و... وفريندلي جدا ال... ال... الناس بس ما بتعرفوش إن إحنا بنبقى بنشتغل جامد جدا طبعا يعني يعني شويه الهزار اللي ساعات بيطلعوا في الكواليس دول فالناس تقول لك يا عم ده, ده بيروحوا يهزروا لا هو احنا ايه بنوريكم الهزار بس لكن التعب واحنا تعبانين واحنا مرهقين واحنا واللي بياخد حبايه الضغط واللي بيقيس مش عارف ايه والحاجات دي اكيد الناس مش مش بتشوفها يعني أيوة. لكن احنا كلنا خلاص زي اي بني ادم بيتعب في شغله احنا مش بنقول ان احنا احسن من حد ولا ان احنا بنتعب اكتر من اي حد الناس كلها بتتعب في شغلها وبتحاول تعمل اسم وبتحاول تعمل يعني كارير وكل حاجه. واحنا زيهم، احنا زي زي الناس دي بالظبط. الفرق ان احنا اللي بنقدمه بس بيشوفوا ملايين الناس. ايوه فبنحاول طول الوقت ان احنا يعني نكون ايه بنهون على نفسنا الوقت شويه. فالكواليس الكواليس بتاعتنا احنا يعني مش عايز اقول لك اصلا هو جميله وغاده وفدوة في الكواليس اصلا عاملين يعني هم عاملين مجرمين قدام الكاميرا لكن هم في الكواليس طبعا شله بنات نقعد نجري وراهم اصلا يعني عاملين لنا مشاكل وعاملين قلق لان هم اتصاحبوا جدا جدا في الحقيقه كمان يعني فبقوا عاملين دوشه طول الوقت فالمخرج كل طول الوقت هشام طول الوقت ايه يا جماعه احنا يا مش في مدرسه يا بس طبعا ساعه الشغل وساعه في ال 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 منتهى الاحتراف ومجرد ما الكاميرا دارت خلاص بال 15 ساعه شغل ما فيش اي مشكله وهو ده دي فكره الشغلانه بتاعتنا ان هي قايمه على الحرفيه يعني قايمه على انك تقدمي الشكل اللطيف بس وراه في في اساسيات مهمه جدا جدا صلبه كلها يعني دي حقيقة. بس فالح... لطيفه الحمد لله يعني جداً. حضرتك بتلعب شخصيه سامي آه. شخصيه غريبه جدا بصراحه آه. حتى شخصيه آه. عجيبه الاطوار هل في اي وجه شبه ما بينك لا, لا 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 اعوذ بالله اتمنى يعني لا <applause> <applause> هم المخرجين حصرني بال لا الحمد لله مفيش شبه هو سامي ده شخص انتهازي جدا انتهازي بشكل مادي انتهازي بشكل في حياته الشخصيه أه راجل هو حاسس بمركبات نقص شديدة جدا عايز اعوضها بأي شكل أه فعايز يعمل أي علاقات عاطفية أو حتى نسائية بأي شكل بأي شكل حتى لو الناس مش قابلاه حتى لو البنت اللي قدامه مش قابلاه وده شكل طبعا المجتمع بيرفضه جدا وبيجرمه كمان يعني عشان كده الناس متعاطفة جدا مع العصابة اللي هي اصلا عصابه برغم ان هم يعني بيعملوا جرايم وكده لكن الناس متعاطشه معاهم لانه ضدي يعني لانه مش مش منطقي خالص برده مهما كان ان يبقى في راجل بال بال بالانتهازيه دي وانا هي البنت دي ما حبتنيش طب اروح ابلغ عنها طب ما بلغتش عنها ما جاتش نتيجه طب احط لها حشيش في مش ال... في كده حاله من يعني هو مسعور على الدنيا كده وعلى الحياه الل اللي هو المفروض يمتلكها بس ما يكون مؤهل ليها يعني مش مش لما يكون مجرد ان هو بيشتغل موظف في مكان او انه معاه عربيه او انه كذا فهو شايف ان المفروض الدنيا كلها تبقى ملكي إيديه ومحدش يقول له لا ده, ده طبعا شخصيه غريبه جدا وانتهازيه وانانيه جدا خلاص وغير موضوع ان هو متحرش دي موضوع طبعا كارثه بصراحه يعني هو بتفرج على المشاهد بقول ايه ده ايه ده ايه ده ده ماله عامل موجودين في وسطينا دي كارثه طبعاً. طبعا انه في بعض الناس موجوده في وسطينا وتنتهز فرصه ان هم في كاتيجوري مثلا او في وظيفه اعلى من اللي تحتيه وبيعمل ده بيحاول ان هو طبعا يكون ايه الـ الـ الشاب اللذيذ او الرجل اللذيذ ايا ما كان عمره ايا ما كان صفته ايا ما كان مقبول ولا مش مقبول خلاص لان حتى لو انت مقبول بالنسبه للبنت اللي معاها انت مش مش بمزاجك كده تمد عليها يعني فعشان كده احنا عاملين الكاركتر ده بالشكل ده رسالة برضه مهمة رسالة لأي لنوعية دي من البشر دي ولما يشوف نفسه بالطريقة دي يشوف نفسه بقى يستاهل البهدلة ويستاهل الضرب ويستاهل الإهانة ويستاهل اللي بيحصل مم. لسامي ده يفهم احنا شايفينه ازاي يفهم المجتمع شايفه ازاي دي حقيقه القصه للي ما يعرفش برضه هي مستوحى من قصه آه. مسلسل امريكي وهو مسلسل جود جيرلز الفكره دي شجعتك للمسلسل اكتر ولا قلقتك منه إن... ولا ده ولا ده انا لا شفت المسلسل انا اتفاجئت وانا بعد ما صورت انه مستوحى من حاجه معقوله والله ازاي اه والله العظيم ده مسلسل معروف ومشهور جدا انا مش انا يعني... انا شفته بصراحه و... و... <تصفيق> 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 معروف جدا بس انا في <applause> لا انا انا والله ولو كنت اعرف مش هتفرج عليه م. لازم اتفرج عليه بعد ما اخلص بقى علشان ما تتاثرش بالشخصيه عشان... أنا كده كده هعمله والمؤلف عامله والمخرج عامله مصري في الشوربه المصري كده أيه. فمستحيل أصلاً هتأثر و و وممكن أشوفه بشكل أبقى يعني جه على بالي حاجة أعملها فيلخبطني في حاجة لكن أنا مش أنا أنا بشوف الورق مكتوب إزاي الشخصية مكتوبة إزاي تستاهل إيه خلاص وبمثل بناء على هذا الأساس بمثل أيه. الشخصية اللي لما تشوفيه متكتف ومربوط وبيتعاقب والكلام ده كله حتى لو من 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 ناس بتغلط بس هو غلطه اكبر مم. يعني احنا بنشوف انه, انه الانتهازيه ممكن بني ادم يغلط كلنا بنغلط لكن فكره الانتهازيه فكره انتهاك خصوصيه شخص او جسد شخص تاني او فكره انه تلفيق تهم جيب حشيش وحطه في مش عارف ايه لا ده شخصيه مريضه جدا يعني فبنشوف ان هي تستاهل فكنت عايز اتأثر بقى مش عايز اشوف النسخه الاجنبي خلاص ويبقى عندي 1% شك ان انا انا وهم واحنا بنصور قالوا المسلسل كذا كذا قلت لهم على البركه بشوفه بعد رمضان بقى يعني لكن بالنسبه لي ولا يفرق معايا هو اتعمل 100 مره فين قبل كده ما, ما يفرقش معايا يعني برده كده التاتش المصري ده بيبقى مختلف آه عن اي حاجه ثانيه يعني. يعني انت بتقدم ال 120 مليون هنا اه طبعا خلاص ده غير جمهور الخليجي اللي هو عايز الطعم المصري ايوه خلاص ما تعملي لي فول بزيت الزهره النادره في فرنسا لا هو فول فول هو يعني هتعملي ملوخيه هي ملوخيه فول بزيت الحار اه, آه بالظبط كده هي هي طبخه ما تنفعش تغيري فيها حاجه ايوه خلاص خلاص عصابه في مصر ستات اضطروا دي عندها بنت مريضه ودي هتتخرب بيتها ودي كذا ستات اضطروا يعملوا ده تمام غير واحد دي تركيبه شخصيته بس ف فكان يهمنا قوي ان احنا نحفر وأبين معلم الشخصيات يبقى باين قوي معالم الشخصيه بتاعه كل واحد ويهمنا يبان هو اتعاقب ازاي في الدراما يعني. في ضجه حصلت على المسلسل خلال شهر رمضان والضجه دي كانت يعني بسبب جمله قالتها الفنانه جميله عوض في اثناء المسلسل وكانت بتقول ان هو بتوصف ولد وبتقول ان هو ابيضاني وشعره كيرلي. أوه. طبعا الناس ربطت ال الجملة دي بفيديو كان تداول جامد جدا برضو ساعة الأحداث لما كانت قوية قوي في فلسطين وابتدوا ان هم يقولوا ان هم يعني بيستخدموا الجم... التشبيه ده علشان الموضوع يطلع ويظهر قدام الناس برضو المسلسل يبقى ترند أكتر لا مستحيل رأيك ايه في الموضوع ده طبعا يعني طبعا هو حصل غلطة وربط غريب جدا يعني الغلطة حصلت طبعا اولا ال... بس عشان الناس تبقى فاهمه كويس جدا النص اللي كان مكتوب ان الممثل اللي جميله بتسال عليه هو الممثل الاسمر اللي لابس نظاره فطبعا المخرج مش مجبر يختار ممثل بنفس المواصفات اللي كاتبها المؤلف فهو عمل كاستنج فجاب ولد شعر واصفر وابيضاني خلاص وطبيعي إن هي بتكراش عليه فهتقول عليه حلو الجمله تركبت كده مع بعض من غير قصد لان اولا احنا احنا هو الموضوع بتاع فلسطين هيفضل طول العمر هيفضل طول العمر طبعاً. بنفس المراره في عندنا كمصريين وكعرب طول العمر مش هيهدى ولا قبل مسلسل ولا بعد ألف مسلسل ولا ولا هيهدى ولا هينام ولا احنا هننسى ولا 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 ممكن اصلا ده يحصل يعني فطبيعي جدا ان احنا كلنا من باب حتى الوعي يعني مش هنهزر على موضوع زي ده قدام الكام احنا ما بنهزرش في ده بره الكاميرا احنا بنا احنا ربنا يعلم لما بتيجي السيره او بنشوف صوره او بنشوف فيديو ايه اللي في بيحصل يعني. طبعا بالظبط خلاص وما زال ده حاصل يعني ومش هيتنسي ويمكن انا انا واحد من الاجيال عاشرت قبل كده انتفاضه في اتنين في بتاع فبرضو عندنا شويه ذكريات وعمر ما موضوع محمد الدره بيموت من خيالنا وشفناه من اكتر من 20 سنه الطفل قدام الكاميرا بالظبط وهم بيغتالوه قدام الكاميرا فاحنا شفنا شفنا ده من سنين طويله ما بننساهوش فمش هننسى اللي حصل اللي حصل طبعا الجمله معلقه في لسان في لسان جميله الربط حصل خلاص هي بتعلق على زي ما قلت لك كده الولد فعلا الممثل وشوفوه في المسلسل ودي حقيقه جميله خلاص. نفسها نزلت على تويتر ومنزله صوره الولد ذات آه نفسه شخصيا بالزبط. وقالت ان هي دي مواصفات الولد اللي جت قدامنا بالظبط يعني... وهو الولد حتى لو مش حلو فهي بتكرهش عليه وعايز تخرج معاه فهتقول عليه حلو حتى لو قرد فده فده اللي حصل أما احترامنا للشهيد أو احترامنا لأحداث يعني بنسميها إبادة جماعية العالم كله متخاذل وشاهد عليها عمرنا ما هنهزر في ده ورا الكاميرا ولو حصل الخطيئة دي مش هنثبتها قدام الكاميرا أصلا فهي غلطة مش مقصودة و حظ, و... حظ وحش قوي بصراحة كمان بس يعني بس لكن لكن ما فيش ما فيش فيها أي طبعا تعمد اسره المسلسل كلها اعتذرت عن عن الغلطه لكن هي طبعا مش مقصوده وعمره ما هيبقى مقصود منها لا السخريه ولا ان نبقى ترند ان ممكن نبقى ترند ب الف حاجه تانية انا لو قلت لك اللي كان بيني وبين غدا عادل خناقه هنطلع ترند بكره صح مش محتاجين اعوذ بالله ان احنا نتريق على الموت ولا على الدمار ولا على الاستشهاد يعني موضوع رخيص قوي احنا 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 بعاد عنه جدا وفي مئة ألف طريقه للترند تانيين معروفين يعني وسهلين معروف سهلين خالص سهلين سهلين جدا قوي يعني قلت لك ما تجيبليش سيره الغداء بس دلوقتي خلاص من النهارده بقينا لنا ترند صح؟, صح لا معلش مش عايز اتكلم على جميله خلاص بقينا ترند ماذا حدث بين جميله شاهد ماذا قال عمرو رمزي شاهد رد جميله الصاعق وهنطلع بكره ترند ف في 100000 طريقه يعني احنا ما بنحبهمش اصلا عشان نعمل ترند مش عايز اقول عليه مش 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 غالي مش قيم يعني فعمرنا عمرنا برضو ما هنستغل حاجه زي كده عشان نبقى ترند يعني طبعا ما آه حدش ابدا يقدر ان هو يغلط غلطه مش مقصوده خالص طبعا بس. وزي ما حضرتك قلت ان برضو كانت غلطه غير مقصوده ويعني حصلت بالصدفه البحته يعني بالزبط. بس انا ما اقدرش ان حضرتك تكون قاعد قدامي وما تكلمناش عن تجربتك في التمثيل قدام الزعيم آه. عادل امام آه. حبيبي <applause> يعني احكي لي بقى يعني عايزين نحكي بقى كتير دا كان قوي قوي ده كان ده كان حلم من احلامي يعني عارفه انا دايما اقول ان اللي مثل مع عادل امام او بتكلم عن نفسي يعني كل واحد بيتكلم عن نفسه بقول في حد كده بايه بي 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 بياخد الليسانس بياخد ماجستير بياخد دكتوراه فانا يعني ما بدات اشتغل في المهنه دي واول عمل تمثيل هو حلم بينهم انا مثلت دور المذيع يعني <applause> ده انا اعتبرت ان انا خلاص دخلت المجال وبقى عندي بالمؤهل بتاعي خلاص اه جائزه المذيع الرخم اه ف, ف ان انا خدت كده شهاده معقوله يعني ما جيت عملت سيت كوم كان اسمه حرمت يا بابا مع عم حسن حسني الله يرحمه فقلت على ده الماجستير قلت بقى نفسي في الدكتوراه فجات الدكتوراه بقى مع الاستاذ عادل امام يا سلام لانه بيديكي راحه نفسيه كده انك خلاص تقدري تمثلي قدام اي حد لما بتعملي معاه مشهدين ثلاثة عشرة بتقولي خلاص انا 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 تمام انا يعني الراجل مشهد واحد حتى بالظبط يعني بالظبط فاللي حصل ان انا كنت فرحان وانا مش عارف ان انا معاه في المسلسل كله كنت خايف؟ اه طبعا طبعا مم. وانا خايف على نفسي وفي نفس الوقت خايف انه يعني خايف ان انا يجلي مني بنقول كده بالتمثيل يعني يجلي منه يعني يعدي منه كده مشهد واحد في المسلسل هفضل متضايق منه طول العمر انا هسيب المسلسل كله افضل متضايق من المشهد ده ازاي كنت قدام الاستاذ وعملت مشهد وحش بالشكل ده سؤال الحقيقة لا الاستاذ ولا رامي امام المخرج بيعدوا ال... بيعدوا اي حاجه نص نص بشغل في في شغل الاستاذ عادل امام لازم كل حاجه تبقى يعني توب وبقيمتها وبقيمه تاريخه وبقيمه حبه لشغلته فكانت تجربه كبيره جدا جدا حظي كان حلو كنا وقتها في احداث كبيره جدا سياسيه في مصر وفي الوطن العربي فقعدنا نصور سنه اه سنه سنه قاعد مع الاستاذ بقى لازق له بقى <applause> يعني بقى هو عارف ان هو وقت بعد الغدا هنقعد نشرب قهوه هنقعد نتكلم هنقعد هو يعني كان حظي حلو بصراحه دي حاجه حلوه قوي بس ايه حاجه هو علمها لك مستحيل تنساها في حياتك يعني مسكت في دماغك كده وبقيت ب... بتستخدمها في كل حاجه بص هو علمني وعلم كل المجموعة اللي كانت معايا الحب الشغل يعني هو هو أول واحد بيروح الأوردر أول واحد بيبقى جاهز احترام أول واحد يبقى حافظ دول ثلاث حاجات مهمة أوي في الممثل يروح إمتى عشان يعمل بروف تو. يروح جاهز لابس وعامل اللوك بتاع الشخصية يروح حافظ دوره وحافظ أدائه مع بقية الممثلين دول ثلاث حاجات مهمة جدا هو متفوق فيهم طول الوقت متفوق على أي حد فينا طول الوقت الحاجة التانية اللي علمهاني إنه ان انا ما براي واحد طول العمر ممكن يبقى فيه حاجه وبعد سنين قليله او كتيره اكتشف ان هي غلط 100% وده حصل طبعا وقتها ان احنا كنا متحمسين و... وكان في احداث تاريخيه وسياسيه وحاجات كده ف اتعلمت منه ان هو طبعا راجل عاصر تاريخ مصر كله هيو. راجل عاصر تاريخ مصر اجيال اجيال الاجتماعي والسياسي والاقتصادي وتاريخ العرب الراجل ده كان كان على علاقه مباشره ب... ب... بكيانات عربيه كبيره وزعماء وب... عرب و... و... وليه عشاء من الزعماء العرب بشكل انت ما وتكرم في المغرب وتكرم في فلسطين وتكرم في تونس وتكرم في الخليج من اعلى الاوسمه يعني الحقيقه لا ظاهره يعني ظاهره قلما تتكرر يعني آه شفنا ان تصريح بتقول للجمهور ان في مفاجاه مستنياهم بعد العيد احنا آه. عايزين نعرف ايه المفاجاه ما هي الم... احنا انت بدات الم... بدات البرنامج بالمفاجاه اصلا اللي هو ال... اللي هو البرنامج البرنامج اه بالظبط والله كدا. العظيم اه اه وهيتعرض امتى بقى ان شاء الله هو احنا خلاص احنا بنحضر بس وبنخلص موضوع الماركتنج زي ما قلت لك ومجرد ما يتم الـ الـ الموضوع حتى هيحصل دعايه وهيحصل اعلان يعني هيبقى فين وهيبقى في قناه, قناة ايه بالظبط ومواعيده ايه وكل حاجه لانه قوي. اه اه يعني يا رب يطلع حاجه كويسه هيبقى حاجه كوميدي طيب هو حاجه فيها فيها الروح الكوميدي مش كوميدي صرف طبعا فيها الروح الكوميدي بس هو فيه جزء اجتماعي وفي جزء فني وكل حاجه يعني هو هلو. برنامج كده فيه اكتر من اتجاه يعني حلو قوي هتستضيف فيه برضه جاستس وكده ولا بس من الناس العاديه مش مش مش, قوي. مش مشهورين لا قوي متحمسين جدا وخليكم مترقبين طبعا كل الاخبار وكل الابديتس هننزلها عندنا علشان برضه تكونوا ابديتد بكل حاجه اول باول قبل ما ننهي حلقتنا عايزين نلعب معاك لعبه سريعه جدا يلا. فن قوي كمان هتتبسط واكيد هتعجب حضرتك جدا اللعبه اسمها ار بي لافين ات اور نوت لعبه عاملينها للافن كايرو بنقول لحضرتك حاجه مثلا ترند بيحصل او عمل فني او اي حاجه يعني جمله كده وتقول لنا حضرتك لافينت ات اور نوت ممكن تستخدم طبعا الكيو كارد لافن ولا نوت لافن اوكي ماشي, ماشي. أوكي. اول حاجه برامج المقالب اللي بيكون فيها عنصر خطر كده او زي مثلا البرامج اللي بتتعرض اليومين دول مع ولا ضد لافن اور نوت يعني نوت نوت لانه انا ما بحبش الفكره انه يبقى في حد يعني اولا هي هي طالعه ترند ومقبوله عند ناس كتير قوي لكن انا بقول ان انا نوت بالنسبه لي انا خلاص حضرتك ما تطلعش فيهم حتى لا ما تطلعش لكن هي بالنسبه للجمهور جمهور بيحبها بدليل ان هي شغالة. مستمره وشغاله وموجوده برضه زي ما قلت لك ما فيش حاجه اسمها الجمهور العام يعني بالنسبه لجمهور البرامج دي لكن فكره انه انه انا حاسس انه انه في حد من الجمهور شايف ان انا بقل من الضيف يعني بقل منه انا 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 ما احبهاش لان الضيف ده في النهايه زميلي ف وانت عارفه كويس قوي انه هيتقال كلهم كده كله مش عارف ايه ما بحبش التفصيله دي لكن هي دي الفكره يعني الصراحة ننتقل على تاني واحدة معانا الحلقات ال 15 حلقة بنشوف حلقات كتير قوي دلوقتي في رمضان مثلا بقت 15 حلقة لافينت اور نوت لافينت طبعا ليه؟ لانه في افكار ما تتحملش اكتر من 15 حلقة وفي دراما ما تتحملش حدوته ما تتحملش اكتر من 10 وفي حدوته ما تتحملش اكتر من سبعه وده بيدي فرصه لناس كتير جدا انها تشتغل مخرجين ومؤلفين وممثلين اكتر من ال 30 طبعا لان ال 30 هم نفس الاشخاص ثابتين في 30 حلقة طبعا لا لا فكره كويسه جدا انا لافن بابا المسلسلات المستوحاه من قصص حقيقيه او من قصص اوريدي معموله في بلاد اخرى اه لافنت اور نوت لافنت برضه ونوت لو مش هتبقى بطعم المصري م... يعني نعمل كارت كده <تصفيق> 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 نعمل كارت كده لو مش بالطعم المصري لو لو ما نجحتش انها تشدني لو حسيت ان انا بتفرج على حاجه مدبلجه خلاص م... مش مش عايز اتفرج لكن لو هي طبخت الطبخه بتاعتنا تمام. الاختراعات اللي احنا بنشوفها في الاكل الحلو في رمضان اصابع جي جي مش عارفه ايه بنت <applause> طبعا ليه؟ آه انا بحب الحلويات جدا برغم ان انا يعني مجبر ان انا اقلل منها طبعا بس بحب فكره انه الاكل بيجمع والاكل ده فيه نفس و... ويخلي الناس يعني ايه كل شويه تستنى الحاجه بفرحه برغم ان هي حاجه بسيطه يعني ممكن تبقى شويه عجينه بسكر بس هي عرفت البلد بحالها يعني عرفت الناس على بلد بحالها. فهي دي الفكره وطبعا المصريين مبدعين فكره صابع زينب وبلح الشام وال... لا ده في حاجات دلوقتي جديده وبلح جدا المقلوبه المقلوبه وال... والمسهوكه اه والم... <applause> والمدلعه والمكسوفه والمكشوفه حلو <applause> حلو حلو والله مش وحش أنا في الاخر وانا في الاخر انت هتكتشفي انه حتى الاسامي اللي احنا متعودين عليها هي مجرد اسامي هو يعني ايه كنافه؟ مم. يعني كنافه كمصطلح يعني ايه يعني ايه قطايف؟ ايوه خلاص يعني يعني ايه ودن قطه؟ افتكاكات بقى كلها يعني. يلا كله خلينا نفتكس احنا كمان يعني رحت اتسحرت بره قبل كده؟ اه طبعا رايك ايه في اسعار السحور بره؟ هزار هزار طبعا هزار يعني في ايه مش معقول شويه بيقولوا بيض بطاطس وزبادي زبادي وبتاع 2000 2000 ايه 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 على اضرب ايه على طول لفوق ايه لا طبعا يا هزار طبعا مفيش <applause> كده الكبير قوي اه لافن ات اور نوت طبعا بحبه حتى يعني من فتره طويله انا بحب مكي بحب شغل مكي بحب دماغه مكي برضه مخرج زي حالاتي فاصلا ايه يعني بيعرف يختار الورق ثم الكاست ثم التكنيك نفسه انا بحب الطريقه دي في الدماغ يعني أه، وبحبه جدا السنه دي ان انا مشترك في العمل ايوه ايوه مظبوط فعاجبني ان عاجبني ان هم بيقدروا لو لو حد ناقص عوضوه يقدروا لو حد مش موجود يجيبوا بديل لانه في الاساس التركيبه معشوقه مش محبوبه بس يعني تركيبه العمده الصعيدي اللي دمه خفيف مزاريطة إن الإنسان اللي, بقيت... اللي جدع يعني بتاع بقى, بقى فوق ال 15 سنة أعتقد اللعبة دي أو كتير قوي فطبعا عاشت برضو مع الناس يعني مم. دي كانت كل الأسئلة اللي معايا النهاردة جميلة. يعني يا رب تكون الحلقة كانت خفيفة على قلبك و يو <applause> لافن <انت الخبيبة> <applause> <لوم انت> الحلقة <applause> ميرسي أوي حضرتك نورتنا ويا رب انتوا كمان تكون الحلقه عجبتكم زي ما انتوا متعودين احنا بنكون معاكم كل يوم من الحد للخميس الساعه 11 بنقول لكم كل الاخبار اللي بتحصل في كل انحاء القاهره ولو الحلقه فاتتكم تقدروا تسمعونا البودكاست فورم على ابل بودكاست جوجل بودكاست انغامي وكمان سبوتيفاي وتقدروا كمان تتفرجوا على الحلقه بالكامل على يوتيوب رمضان كريم كل سنه وانتم طيبين يا رب تكون الحلقه عجبتكم باي